إلى اليمن، حيث نفذ اللواء الثامن التابع لوزارة الدفاع في حكومة صنعاء مناورة عسكرية بعنوان مناورة مولد النور، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد الغماري ومسؤولين آخرين. هذه المناورة حاكت هجوما على مواقع لعدو مفترض عبر عمليات تسلل، بالتزامن مع إطلاق المدافع والرشاشات ذخيرة حية تجاه مواقع العدو الافتراضية وضربها بمختلف أنواع الأسلحة قبل اقتحامها وتفجيرها. في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا الإسلامية بشكل عام وشعبنا اليمني العزيز بشكل خاص، من أخطار وتحديات ومواجهة مباشرة مع أئمة الكفر والطغيان والاستكبار أمريكا وإسرائيل وعملائهم وأذنابهم، كان لزاماً على جيشنا اليمني العظيم أن يقوم بواجبه ويعد العدة ويكون على أتم الجهوزية لمواجهة هذه الأخطار وهذه التحديات.